عندنا جميع الالعاب دلوقتي تقريبا بتلعب في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، كره يد، كره طايره، كره سله، تنس، سباحه، بالي مائي، كره ميه، كره قدم، كاراتيه، لسه جاي بقيه الالعاب جايه في المرحله المقبله. كل التدريبات بتتعمل على اكمل وجه، بنلاقي طبعا كثافه عاليه في جميع الالعاب وخاصه السباحه، يمكن تفوقنا على الفروع التانية في عدد الأعضاء المشتركين في أكاديمية السباحة، محققين أرقام يعني كبيرة. الحمد لله يعني الأمور ماشية بانتظام هنا جدا الحمد لله، بمساعدة الكابتن عنتر سعيد مساعد مدير النشاط الرياضي، بيجهزوا الجداول بتاعة الملاعب بحيث كل لعبة تبقى عارف وقتها ومكانها وأنه ملعب وكده، فبالتالي بتلاقي كل حاجة ماشية. وبرضو بنظافة الملاعب، الولاد بتوع النظافة عارفين مواعيد النظافة، كل حاجة هنا الحمد لله معمول لها جدول. فحضرتك الصبح هتلاقي في ناس بتنظف الملاعب، وبعد الظهر في على حسب الجدول اللي موجود في تنظيف الملاعب تاني. الفرق او الاكاديميات بتنزل في مواعيدها وبتبدل مع، لان بيبقى فيه دايما غالبا كل ايام التدريب بيبقى شفتين في على الملاعب، فيعني الحمد لله كل شيء متنظم واحنا بادين النادي من الاول، ف يعني بنحط القواعد بتاعته وبنحط الاسس اللي هي الناس بتمشي عليها، والناس الحمد لله متعاونة جدا هنا في أهلي الشيخ زايد. أنا عندي حمام سباحة حوالي 2000 لاعب تقريبا في أكاديمية السباحة، بالإضافة للاعبي كرة المية والبالي المائي وكل ألعاب الماء يعني موجودة هنا، ما عدا الغطس لسه إن شاء الله هيبقى في حمام سباحة في المرحلة اللي جاية في النادي هنا، هيبقى في حمام غطس، هنبتدي لعبة الغطس مع افتتاح حمام السباحة الجديد ان شاء الله. عندنا في المرحلة اللي جاية هنفتتح الحديقة الجديدة اللي جنب حمام السباحة، الجيمات كملت خلاص بأجهزتها بموظفينها، السبا بالستيم بالجاكوزي بالساونا كله موجود، النادي الصحي فاضل لي بس أجهزة العلاج الطبيعي لسه ما جاتش، لكن العيادة شغالة، كل حاجة شغالة تقريبا تحت، فاضلناش غير العلاج الطبيعي هو لسه الأجهزة بتاعته في الطريق، وفاضل بقى على يعني السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يقولوا هنفتح الجيم والسبا والحاجات دي ميعاد افتتاحها، هنبتدي التشغيل بتاعها إن شاء الله. إقبال طبعا رهيب على حمام السباحة، بس طبعا بيبقى غالبيته في بعد الظهر، لأن الصبح بتبقى درجة الحرارة جامدة شوية، لكن حمام السباحة يعني لما تتفرجوا عليه هتلاقوا حاجة جميلة جدا، مريح للأعصاب، كل حاجة تحت متنظمة، في منافذ لبيع المشروبات والمأكولات للأعضاء، يعني حاجة جميلة ولطيفة ونظيفة ومتنظمة، فبتلاقي أنت يعني بتبقى قاعد مبسوط، ما بتبقاش قاعد ولا مشدود عصبيا ولا حاجة، وكل العاملين في النادي بيرحبوا بالسادة الأعضاء وكده، والدنيا جميلة يعني الحمد لله. لسه خلصانة بطولة التنس، كان عندنا بطولة أهلي زايد للتنس الأرضي، كان نشترك فيها حوالي 700 لاعب تقريبا من حوالي 30 أو 35 نادي، كانت بطولة الحمد لله كبيرة جدا وناجحة الحمد لله، والناس كلها طلعت من البطولة مبسوطة، ويعني ملاعب كويسة بيتعمل لها صيانتها في ميعادها، الناس كلها في حب مع بعضيها، يعني الحمد لله كانت بطولة كويسة الحمد لله. أكاديمية الكورة كانت عاملة تجميعة لمنتخبات أكاديميات النادي الأهلي على مستوى الجمهورية، فبيعملوا يوم هنا للأكاديميات بتاعت النادي الأهلي على مستوى الجمهورية، الولاد بيلعبوا ماتشات مع بعض وبيعملوا بياخدوا منتخب منهم وبيعملوا بيبقى فيه لقاءات، وبيبقى فيه يوم تاني في أهلي مدينة نصر. الحقيقة كان الثلاثة اللي فات يوم جميل جدا بحضور الأكاديميات كلها، وكان الولاد كلهم طبعا أصحاب وعارفين بعض وكده بتوع حتى الفروع الأخرى، فيعني كانت حاجة جميلة، وطبعا بيقدم مستويات عالية جدا من اللاعبين، وبيخلي برضو الانتقاء بيبقى أفضل، لأن بتبقى قاعدة عريضة جدا عندك من ولاد النادي الأهلي ومن ولاد أكاديميات النادي الأهلي بينقوا منهم اللعيبة، دي طبعا حاجة
وتدي فرصة للنادي الأهلي في مراحل الناشئين بعد كده ان هو يبقى طبعا بإذن الله متفوق دايما ان شاء الله.